السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناه ريمال تي في في هذا البث المباشر هنا من قلبي ملعب درار من خارج ديال القاعه اللي غتحتضن الجامع العام، اللي ربما كيبان من حد الان انه ما يكونش ولا جامع عام لانه لحد الان ما دخل ولا منخرط. اللي شفنا دخل هو رئيس الفريق حسني تاكادير الحبيب سيدنا، هو الوحيد اللي دخل الان للقاعه. مازال كيف ما كنشوفوا المنخرطين مازال باقيين هنا على الخارج ديال القاعه. معنا احد المنخرطين اللي غنحاول ناخذ الراي ديالو بخصوص انعقاد هذا الجمع العام اللي ربما شفنا بالامس كان اجتماع، وربما الجمع العام اليوم غيكون على صفيح ساخن. عديد ديال الاحداث كتسبق هذا الجمع العام اللي ربما قد يكون تاريخيا في تاريخ هذا الفريق، اللي الكل يبحث دائما عن مصير وعن مستقبل هذا الفريق الذي يضرب به المثال في ماشي غير في داخل الوطن بل خارج ارض الوطن ايضا. معنا احد المنخرطين الاسم كريم، وكيفاش كتشوف اليوم هذا الجمع العام؟ مصطفى مقدم منخرط فريق حسني تاكادير. حنا الهدف ديالنا كمنخرطين هو حسني تاكادير تبقى هذا العام ان شاء الله في القسم الاول وما تطيحش القسم الثاني، والهدف ديالنا الاول هو الفريق. سنعاودوه. تفضل معنا الان مباشره في نظرك انت شنو الشيء اللي خلاكم اليوم كنشوفوا ولا منخرط دخل لحد الان؟ ربما هناك سر اللي خلى المنخرطين انهم يتفقوا. المنخرطين عندهم مشكلة كيقولوا بلي ما اتصلوش بالتقرير المالي والتقرير الادبي اللي نورمالمون خصهم يتصلوا به 15 يوم قبل انعقاد الجمع العام. داك الشيء علاش المنخرطين باينين هنا حتى واحد ما دخل. ونتمنوا ان شاء الله الحسن، نتمنوا لها ان شاء الله تخرج من هذه المحنه وان شاء الله نتمنوا لها التوفيق. ربما انت من المنخرطين اللي ضحوا بمالهم الخاص بالشركه ديالك، من خلال الكره شفناك بانك تعطي الفرق اللي كتجي لعند حسني بالنسبه لكاس الكونفدراليه الافريقيه. ربما واش هذا الشيء ما كيخليش بان الناس المسيرين في المكتب ديال الحسني انهم على الاقل يتجاوبوا مع المطالب ديالكم اللي طلبتوا بالتقرير المالي والادبي 10 ايام قبل؟ كاين بزاف ديال الامور ربما وكان ذاك الامر اللي درتو انتم من الحسنيه رجع بطريقه اخرى. احنا كمنخرطين احنا واجب علينا نتعاونوا مع الفريق، حتى هذا الفريق ديالنا. الفريق راه ماشي ديال حتى شي واحد، الفريق ديال السوس كامل، ماشي ديال المنخرطين، ماشي ديال الجمهور، ديال الفريق الحسنيه ديال كلشي. وحنا غادي نضحيو دابا ومع هذا المكتب والمكتب اللي جاي، اي مكتب جاي احنا غادي نضحيو معاه وغادي نتعاونوا بالمال ديالنا الخاص باش الفريق يكون ديما في المراتب الاولى. واش غتدخلوا اليوم القاعه ديال الجمع العام ولا لا؟ وحنا مع الجماعه، احنا دخلت الجماعه، احنا غادي ندخلوا مطرات الجماعه، احنا مع الجماعه، احنا اللي دايرين الناس احنا معاهم. ولكن ربما واش كيبان لك بانه الان الدخول نفترض دخلت واش غيكون موافقه ومصادقه على التقرير المالي والادبي خصوصا انكم ما شفتوهمش؟ واش غيكفي فقط ساعه ديال الجمع العام ولا ساعتين انها تقراو فيها التقرير المالي والادبي وتحلوا فين دخل الفلوس فين خرجوا اخرى؟ نو ما نخص التقرير الادبي والتقرير المالي نتوصلوا به 15 يوم قبل باش نقراوه. ساعه ما غاديش تكفي باش تقرا التقرير المالي والتقرير الادبي. يعني في نظرك انت بانه الان اليوم ما غيكونش ما غيصادقوش؟ شفنا الان كيف ما كنشوف من خلفي العديد من المنخرطين ما دخلوش. ربما الان شنو هي الرساله ديالك للناس اللي كاينين الان في المكتب ديال الحسنيه ورئيس الفريق، خصوصا انه بقى نقولوا دقائق على الموعد اللي كان تعلن ديال الجمع العام؟ الرساله ديالي لرئيس الفريق والمكتب ديال الحسنيه هو يكون الحوار مع المنخرطين والجمهور، ويكون الحوار مع وسائل الاعلام باش ان شاء الله الحسنيه تحيد من هذه المحنه اللي كتمر منها. شكرا لك سي بالمقدم. اذا مشاهدينا الكرام شفتوا كيف ما كنشوفوا الان، هذه هي الاجواء بالمكان الباركينغ الخاص بالملعب ديال ادرار. كيف ما كنشوفوا هنا المنخرطين مازال خارج الملعب، كنشوفوا الصحافه بانهم كياخذوا تصريحات مع المنخرطين اللي كيبان بانهم ما غيدخلوش لهذا الجمع العام. غنحاولوا ايضا ناخذوا معنا البعض من المحبين والعشاق ديال الحسنيه اكادير اللي حتى هما حضروا اليوم لهنا، ناخذوا شنو كيفاش كتشوفوا اليوم هذا الجمع العام؟ شفنا بان المنخرطين منقطعين. فهذه واحد البادره طيبه من المنخرطين اللي داروا يد في يد باش يحاربوا الفساد الاداري اللي كاين في فريق حسني تاكادير، وحنا مضامنين معاهم ودايرين معاهم اليد في اليد، وان شاء الله غادي نحاربوا هذاك الفساد في اقرب وقت ممكن باش نقضوا الفريق ان شاء الله. في نظرك انت الان ربما واش هذه الخطوه سليمه بالنسبه للفريق حسني تاكادير كمحب وكمشجع كنت واحد لاعب سابق في الفريق؟ ايوا هذه واحد الخطوه اللي وقيلا في التاريخ اول خطره غادي دار باذن الله، وغادي تعطي ان شاء الله الثمار ديالها في اقرب وقت، لان ملي كنشوفوا هذا الشيء كنعرفوا بان كاين الناس اللي متحمسين باش يخدموا الفريق، وكاين الناس اللي كيفسدوا على هاد الناس ما يخلوهمش يخدموا. نعم. لهذا كنشوفوا هذا الشيء غادي ينجح ان شاء الله 100%، وحنا بنا الحسنيه تزيد لقدام ماشي ترجع للور، لان الناس اللي كيهضروا كاملين دابا راه كنشوفوا واحد الاتحاد اللي شحال هذه ما شفناه، وهذه راه بادره طيبه من هاد الناس هادو، وحنا راه معاهم يد في يد ان شاء الله باش نحاربوا هذا الشيء هذا اللي كاين.
نعم في نظرك انت الان ربما الناس كيقولوا بانه كاين تخوف في حاله مشى للمكتب هذا ما كاينش الخلف، ولكن كنشوفوا هذه الكفاءات الان ديال المنخرطين، ربما واش هذا العدد ديال المنخرطين ماش ما فيهش كفاءات اللي يقدروا يسيروا فريق كنادي كحسنيه اكادير؟ فالحمد لله كنشوفوا كاين كفاءات وكاين كفاءات شابه وعارفه بان كاين مسؤوليه على العاتق ديالها، الا تمكنوا من هذاك المنصب اللي غادي يكون واحد العمل جيد وشفاف ونزيه لهذا كان حنا كنضمنوا مع هاد الشباب هادو ديال المنخرطين. ما يقولوش بان ما كاين حتى شي واحد غادي ينقد الفريق، هذا غير كلام فارغ، ما كاينش واحد الراجل في اكادير كاين رجال واكادير برجالها، والحمد لله ما نخافوش على المدينه ديالنا، كاين رجال اللي غادي يوقفوا وغادي يوقفوا احسن من هذاك الرئيس اللي كاين دابا واحسن من هذا المكتب المسير. نعم شكرا لك، وكيف ما كتشوفوا مشاهدينا كنا غنحاولوا ايضا نستقيو لكم المزيد من التصريحات والمزيد مع المنخرطين سواء المنخرطين وكنتمنى من المصور الزدين انه يرصد لنا ايضا نشوفوا التصريحات مع المنخرطين. نتمنى انه يكون معنا السي رشيد ربما في انتظار انه يلتحق بنا نشوفوا احد المنخرطين حتى هو يكون معنا في هذا المؤتمر المشترك. كنذكر مشاهدينا الكرام باننا الان كنتواجدوا بالقرب من يعني الباركينج ديال الملعب، شفنا العدد من المنخرطين مازال ما دخلوا ولا احد تجاوز الباب الخاص بالقاعة. ذكر فقط بأن الموعد ديال الجامعة العام على الساعة 7 الآن 56 دقيقة، أقل من 5 دقائق على الموعد، ولكن كنشوف بأنه لا أحد دخل بعد القاعة ديال اللي غيكون فيها هذا الجامع العام اللي ربما تأخر ولكن فجأة جاء ساخنا كسخونة صراحة الجو ديال أكادير هذه الأيام. كيف ما كنشوفوا الان العدد من المنخرطين الان كيتوجهوا للدخول للقاعة. كيف ما كنشوفوا اذا مشاهدينا انه كاين واحد العدد ديال المنخرطين بغاو يدخلوا القاعة ديال الجامع العام لنادي حسنية اكادير. تقريبا العدد ديالهم كيتقدر بخمسة ديال المنخرطين اللي غيدخلوا لقاعة الاجتماع وقاعة الجامع العام لنادي حسنية اكادير. كتشوفوا بانه هذا هو العدد خمسة اشخاص لحد الان كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام بانه كاين عدد منخرطين كيدخلوا وباقي عدد منخرطين اخر هنا في الباركينج. ربما هادشي كيبين بانه غيكون جمع عام على صفيح ساخن كيف ما تسوق من قبل، وهذا كيبين ايضا ان الامور الان تتضح دقائق قبل بدايه هذا الجمع العام. نشوفوا ايضا ناخذوا صوره بانه كاين هذيك البوابه الخاصه بالدخول لهذا الجمع العام. في النفس والتلصفة ملي كتشوف الخوانة، هذوك هما الخوانة، شتيو خمسة ديال الخوانة راهم زيد ستة ديال الخوانة، ستة ديال الخوانة هذي اللي لكم على العذاب خوانة شوف. منعوهم تما كما الان كنقربوا البوابه ديال الدخول لهذا الجامع العام الخاص بنادي فريق حسنية اكادير الجامع العام للموسم الماضي.
هنا شفنا الان البوابه دخلوا عدد من المنخرطين ومازال كيف ما كنشوفوا الان الصوره الباقيين عدد منخرطين اخرين في الباركينج الخاص بالجمعي العام لنادي حسنيه اكادير. حاولوا ايضا نستقوا ايضا من بعد المنخرطين ديال الحسنية اكادير. ربما نشوفوا معنا المنخرط نحاول ايضا ناخذ التصريح الخاص باحد المنخرطين الفريق الكره داك النوال حتى كي شوف الكره كني راه تسوق شوف واش ممكن تمن باش هو داير حتى شي حاجه سي رشيد باغي تصريح كني تسير موقف المعارضه بالنسبه للجبل عماد موقف المقاطعه ما كني وين الموقف هذا الموقف يغت سيد الصيد الممارسه اللي لانه لا يعقل باش نكونوا ان مستدعيين للجامع العام بدون استدعاء رسمي ولا بدون تقرير مالي ولا تقرير ادبي ما نناقش ولكن نتي القضيه تكلم الادبيه تحت السكوسيل ديال الارتكار توصل نو 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 دائما دائما انتمز 5 جور قبل الجامع العام دائما انتمز يصور الزران بان في حاله موريك المنصب القانوني ربما تعقد الوضع الحسني اكثر لان راه تستمر راه مستمر نفس الوضع وكان بالامكان يزري الجامع العام باش يفك بكره الليله لان الغلا هو اريد السبب باش تازم الحسني حزريه تتازم بلا الوضع نكوني ما نرى اسيدي كنيا الله اي اللي دارس النصاب الله يسخر غير ينقذ الحسنيه اي قام غير الحسنيه غنكوني نرى غير الحسنيه دورت الدرس الدوزيام سيري هذا هو كنا راكم بالنصاب لا ماشي كنيا تين 58 كتزرا غير ديال الله كان 18 ولا كذا سافو دي غتي راي اللي دارس النصاب على ما اظن غير نكوني كفئه محدده دار غير المبدا نتفق دور نكشم سلجم وراس نكشم شحال هو العدد الفعلي للمنخرطين الان في فريق حسنيه اكادير؟ ما يروج زرغيلاد ما يروج هو كيتلى 54 سلم كتب 54 سلم كتب 8 وردرس الحق تصوتنا لان كان جداد لان انخراط نسي قال جديد 46 درس الحق 46 غير كنا نتمنى زون ديد كام مثلا 18 ولكن سكن دري التليفونات هاتي الذي دون هاتي لا كذا ولكن كي يغور زريغ الاغلبيه لا هاتي غير اللي يقدر ينعقد الجمع شفنا سته ديال المنخرطين اللي دخلوا لحد الان ربما واش غيكتمل يعني لحد الان ما يمكنش انه يكون جمع عام لانه ما كتبلش النصاب القانوني الخاص بعقد الجمع هو حنا كنسيروا باش كنسيروا لهذا المنحه هذا باش ما يدارش الجمع العام ويتاجل 15 يوم
ويمشي ويمشيو ويجيبوا نتيجه ايجابيه في مصر. وفي 15 يوم غادي يكون حديث اخر ان شاء الله. شكرا. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الان كنحاولوا نوصلوا اننا ناخذوا ايضا تصريحات من العديد من المنخرطين. كيفما كتشوفوا مشاهدينا الكرام نحاول نواصل لكم هذا البث المباشر كيفما كنشوفوا لحد الان الامور اللي كاينه دخول استاد ديال المنخرطين للقاعه ديال الاجتماعات القاعه ديال الجامع العام. لحد الان كاين باقي عدد اخر من المنخرطين خارج القاعه والنصاب القانوني ما اكتملش. يعني لحد الان الانعقاد ديال الجامع العام هذا المنخرطين كيسيروا انهم ما يتعقدش هذا الجامع العام هذا اليوم ويتاجل 15 يوم الى ما بعد المباراه ديال النصر الليبي اللي غتلعب في ميسر الاحد القادم. هذه مستجدات كنشوفوها لحد الان من هنا الان ربما نشوفوا بانه الان الساعه 7:06 ديال الدقائق وبالتالي حان الوقت ديال الجامع العام. لحد الان ما شفناش دخول المنخرطين كاملين منخرطين يقاطعون الجامع العام كما كانوا على عهدهم اوفوا بالوعد ديالهم اللي عقدوه بالامس من خلال الاجتماع ديالهم ومنذ ولكن كيف ما قال انه البعض من اوفى بوعده. كان الناس عقدوا العزم على انهم غيقاطعوا ولكن كنشوفوهم اليوم بانهم لم يوفوا بالوعد ديالهم بانهم كاينين بعض الاشخاص دخلوا لهذا الجامع العام الحسني اكادير كيف ما قلت درجه من العام الماضي هذا الجامع العام خاص بالموسم الماضي من اجل كيف ما شفنا جدول الاعمال عدم توصل هذا المنخرطين بتقريرين المالي والادبي هو خلى هذه الامور توصل لهذا الحال هذا مقاطعه الجامع العام كيف ما قلنا من قبل بانه هو على صفيح ساخن ممكن انه يمشي للتأجيل يمكن أنه يمشي للتأجيل 15 يوم أخرى حين لعب هذه المباراتين الأفريقيتين يعني في الذهاب في يوم الأول من مارس يوم الأحد القادم والإياب يوم الثامن من مارس هنا في أرضية ملعب أدرار. كيف ما كنشوفوا الآن لازال البعض من المنخرطين يعني ما دخلوش العدد اللي شفنا لحد الآن فقط 6 ديال المنخرطين. كيف ما كنشوفوا أيضا بأنه كاين العدد من المنخرطين كيعطيو تصريحات من بينهم اللي رافضين هذه الفكره هذه ديال انهم يدخلوا للجامع العام العادي لفريق حسنية أكادير ربما يقدر يكون تأجيل لموعد اخر. سي رشيد
صحابي انا واش دخلوا هما ولا اش داروا؟ كاين دخلوا شفنا بانه دخل واحد سته ديال المنخرطين دخلوا الان للقاعه. ربما كيفاش كتشوف الان انت الجمع العام؟ منخرطين دخلوا منخرطين بقاو، الحديث ايضا على التاجيل الموعد اخر، كيفاش كتشوف انت؟ احنا كما قلت لك سي 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 تومي بان احنا من البارح كان عندنا القرار هو ديال المقاطعه. انا ملي كنقول لك حنا تقريبا واحد 20 ولا 18 واحد اللي كنا اتفقنا من البارح باش نقاطعوا الجمع لاسباب اللي كنا ذكرناها من قبل. حنا ما غاديش، حنا ما جينا هنا باش نديروا البلطجه وباش ما نخلوش عباد الله يدخل، اللي بغى يدخل يدخل الا كمل عنده النصاب ديالو الله يسهل عليه. حنا ما عندنا حتى مشكل، حنا اللي كيهمنا هو قلت لك ينقاد الفريق. ما بغيناش ندخلوا في الدوامه ديال لا خص هذا ينعقد لا ما ينعقد، ولا ما ينعقد راه فرصه ليه وفرصه لينا باش ان شاء الله يمشي الفريق لمصر ويجيب ان شاء الله نتيجه ايجابيه، ويمشي يمشيو حتى الدراري بواحد المورال مزيان ان شاء الله. وفي ديك كنجو ان شاء الله راه نجلسوا نقدروا نجلسوا معاه ونذاكروا ونشوفوا الحل ان شاء الله باش نخرج. ربما الان هذاك الجلوس ما كانش في مدة يقدر يكون زعما في 15 يوم القادمه، ما بين التاجيل الجمع العام العادي المده ديال 15 يوم. كل شيء ممكن، ولكن الكره عرفتي فين كاينه دابا؟ الكره عند السيد الرئيس. احنا غير منخرطين، هو الذي يسير الفريق. حنا كمنخرطين عندنا قوة، حنا عندنا قوة، حنا اللي عندنا السوارت ديال 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 الحل المكتوب ولا كذا، ولكن انا المنخرطين باقي ما كاينش شي انسجام تام من المكونات. كاين واحد سي نورمال، كاين اللي مع الطرح ديال بقاء الرئيس، كاين اللي مع الطرح ديال ذهب ديال ذهب الرئيس، وكل راهو راي. واش كاين من الاشخاص هنا كانوا معكم بالامس في الاجتماع ديال الامس ودخلوا اليوم؟ لا ما كانش، الاخوان كامل اللي كانوا معنا ملتزمين متفقين ما يدخلوش من غير شي حد اخر الا دخل، لان كاينين راه قلت لك حنا تقريبا شي 46 واحد. كنقول لك حنا شي 18 صافو ديال الاغلبيه راه ما جات البارح. كاين اللي غيدخل كاين اللي ما يدخل، وحنا غير بغينا الجمهور السوسي يعرف المنخرطين اللي غيورين على الفريق، والمنخرطين اللي تابعين بغاو هاد المهازل اللي كتوقع للحسنيه. شفنا بالامس بانه انتشرت الصوره ديالك، الناس كيرشحوك بانك تقدر تكون رئيس ديال الحسنيه، واش كاين شي يعني امر بانك باغي تكون رئيس ديال فريق حسنيه اكادير، ولا واش انت مستعد تكون في حاله ما تكليف من المنخرطين؟ انا هو الامر ما كاينش، هو كاين اختيار وشي باجماع من الساده المنخرطين الشخصي، وانا ان شاء الله الى كتب الله مرحبا. علاش لا حنا كاين الهدف ديالنا هو نقدوا الفريق ونشتغلوا بواحد روح 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 تشاركيه، روح ديال الفريق، اني سبري ديكيب ان شاء الله، والهلا يحشم من هادشي اللي بغينا. شكرا لك سي رشيد. واسيتي دراني اجي ونشوف. لان كنشوفوا ايضا وصول السي عبد الله دراني اللي كان انه قدم الاستقاله ديالو كنائب لرئيس فريق حسنيه اكادير. كنشوفوا الان انه كيتوجه صوب القاعه ديال هذا الاجتماع. ان عبد الله دراني اللي كان قدم الاستقاله ديالو كنائب لرئيس الحسنيه اكادير، الان كنشوفوا كيتوجه صوب قاعه الاجتماعات لعقد هذا الجمع العام لفريق حسنيه اكادير. الان امامنا خالد برقيه صوت المنخرطين الرجال الاحرار اللي بغاو الحسنيه الخير وكيساهموا في البلد ديالهم. كنشوفوا ايضا احد المشجعين المعروف بول الشاب ايضا حتى هو في بث مباشر للحديث عن ما يقع الان في فريق حسنيه اكادير. كنشوفوا الان ايضا الاعضاء ديال المكتب كيتوجهوا عضو تلو الاخر للدخول لقاعة ديال الاجتماع وعقد لهذا الجمع العام. معنى الكلمة
ولكن ان شاء الله بالمجهودات ديالنا. كيف ما كنشوفوا ايضا مشاهدينا كنا غنحاولوا نقراو بعض التعليقات ديالكم من خلال هذا البث المباشر، وكنعتذروا غندخلوا بعد قليل لقاع هذه الاجتماعات باش نشوفوا ايضا شنو واقع في الداخل. غندخلوا بعد قليل المشاهدين كانوا غير فقط الناس كيسولوا على ان الدخول. غندخلوا بعد قليل كنحاولوا ايضا غنحاولوا نشوفوا ايضا معنا صحفيين باش ناخذوا الاراء ديالهم بخصوص ما يقع الان في هذا الاجتماع. نشوفوا بعض الصحفيين للدخول للقاعة. انضم لنا ايضا واحد كيفاش كيبان لك، شنو كيبان لك انت الان هذا الشيء اللي كيوقع الان في هذا الجامع العام؟ شنو دخلوا بعض الاشخاص وبعض المنخرطين اخرين؟ الاغلبيه ديال المنخرطين دابا اللي كاينين دابا راه دوره ضد هذا الجامع العام، اللي كيتسناو يتاجل الجامع العام، والاغلبيه ديال المنخرطين راه غادي يقاطعوا الجامع العام. هذه هي اخر الاخبار دابا ديال المنخرطين. وحنا كمحبين ديال فريق الحسنية تكادير حنا راه كنساندو المنخرطين، حنا مع المنخرطين وكنساندوهم في هذه الوقفه اللي دايرين، وما بغاوش على الاقل يتسناو يعطيوهم 15 يوم كيتسناو التقرير المالي والادبي. راه باقي لحد الان باقي ما جابوا لهم والو. واش الناس غادي تدخل على شي حاجه ظلام، غادي تصوت على شي حاجه اللي ماشي هي هذيك؟ راه حنا مع القانون، حنا مع الناس اللي متحدين. هادو متحدين تيطلبوا واحد الحق ديالهم، جلسوا مع السيد الرئيس سي حبيب سيدينو جلسوا معاه باش يوجد لهم التقرير المالي والادبي، راه باقي ما عطوه لهم. حنا كنتسناو كون توفروا الناس بالتقرير المالي والادبي غادي يدخلوا ويكملوا المكتب ديالهم. كحق هادو ديال المنخرطين كيتسناو التقرير المالي ديالهم والادبي كون تعطى لهم في هذيك الظرفيه، راه كون دخلوا دوزوا جامع العام. هادو هي اقل الشروط اللي كيستجوب دابا المنخرطين اللي كيطلبوا بها المنخرطين. هذا الشيء اللي كاين اخر شكرا لك ايدي المشاهدين الكرام. غنحاولوا كنشوفوا انه ايضا غنحاولوا ايضا بعد قليل نتوجهوا للداخل ديال القاعه باش نقلوا لكم شنو كاين بالداخل ديال القاعه. نشوف الان احد وريح مع هادو ويرحم لك الوالدين. حسين انا هو حسين الشعب. ولكن درا الحرب الموت درا الحرب الفساد لان ما كيضرش عليك الفرقه ورات الشاكوراي ورات الشاكوراي وراك كيفاش وراك خلص من العافه ايوتي رتش الفرقه كوراي ورستيتش ورتش الفرقه كوراي لا كون عطاو اللعابه لا كون لا كون كيخدموا بالمعقول وكيخدموا بالصفار ما غاديش نوصلوا لهذ المرتبه هذه اللي كاينين حنا قريبين نطيحوا. الخلافات خصو يمشي في حالو يخدم الاستقاله ديالو يكون راجل وتكون عنده كرامه وتكون عنده عزه نفس ويخدم الاستقاله ديالو. هو راه دابا فيه في الغيظ، هو باغي يخرج وما قدرش يخرج. تكون عنده النفس وتكون عنده الكرامه. إذا كان عارفوا أنا ولد أكادير تكون عنده نفس الكرامة يخرج بحالو ويعطي الناس الشباب، يعطي الكفاءات الشابة باش 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 تسير الفريق وتوصلنا الفريق لأمير الأمان. راه حشومة هادشي اللي كنشوفوا، والله راه يحس في النفس بأننا كنشوفوا ثمانية ديال المنخرطين كيخالفوا وما كاينش في البند. إذا هاد الناس هادو راه باعوا الماتش، باعوا الطرح، مساندين الفساد اللي كاين داخل إدارة فريق حسنية أكادير. وحنا كمحبين وأنصار فريق حسنية أكادير حنا عندنا مولود جديد ديال جمعية محبين أنصار فريق حسنية أكادير، حنا غادي نحاربوا بما نملك من قوة لهذ الإدارة الفاشلة. غنحاربوها بكل شيء إعلاميا وبمظاهرة وباحتجاجات. حنا وعدنا وبيننا غنديروا الاحتجاجات داخل القاعة، راه حنا كنديروها هنا. هذا الفساد راه حشومة. نعم كنشوفوا الآن أيضا سي أبو القاسم حتى هو الآن في الخارج ديال القاعة. سي ابو القاسم الشجاعه الكامله في القاعه. شنو بالك سي ابو القاسم في شنو الان بعد المنخرطين كاينين لا برا والاخرين دخلوا؟ لا ما كيكونش غادي يدخل القاعه. ما عطاش اللي ما عندوش الشجاعه. اللي دخل هو اللي خائف، اما اللي ما دخلش كنعيدو انا كنعرفو راجل وباغي الخير للفرقه. اما اللي دخل هادو هما المنخرطين كنعرفو خائن انا اللي دخل. شوفوا هذا العدد ديال ماشي تقول لينا يكون راجل، هادو رجال كنعتبروهم انا رجال وكنأيدهم. صح بخير بخير الله يبارك فيك. سعد الله سعد الله شكون انت داعي الثاني؟ لا بخير بخير. انا داكشي اللي كيعاودوا لي عليك السي ابو القاسم، داكشي اللي كيعاودوا لي عليك رجل طيب
ولكن الدم انا قريتيني الاجتماعيات انا قريتيني التاريخ هذوك اللي قال لك راجل مزيان انا قريتيني اذا انت ماشي مزيان بهذا الحساب هذا انت كتقول انت كتقولها انا كنقول راجل طيب انت كتقول ماشي مزيان اذا شغلك هذا انت كتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالك حيت كتبوا على واحد بلاد عباد الله بكلم لي زيد وعلاش علاش دخلتي للجامع العام؟ غندخل دابا غندخل للجامع العام. كنتي تنضم صوتك لهاد الرجال هادو؟ شوف والله غادي عليكم تعلموا واحد القاعده واحد القاعده تعلموها ما تبقوش تهضروا خاويين. علاش؟ داكور؟ إيه؟ اسمع اش كنقول لك اسمع اش كنقول لك ساعدوا الفساد اسمع اش كنقول لك الفساد هو هذا اللي بقينا هنا واش غنديروا؟ غنقول لك اش غيدار؟ غيدوز للجامع العام. علاش غيدوز؟ غيدوز وكاين واحد الاقليه هنا وغيدوز للجامع العام واللغه ديال الهجوم العامه كدير في القاعة الداخل. واللي عنده شي حاجه ما يقولها يقولها لداخل ويطلب تسجيل في المحضر ديال الجامع العام وكاين اعوان قضائيين كاين اعوان قضائيين تما كبير كيعبروا بانهم مراضيينش على الواقع اللي كاين داخل فريق حسن واش نغير واش نغيروا عبد الله ما غادي يغيروا ان شاء الله غادي يغيروا والاراده ديالهم واش كيدوز ديال المحبين ديال عبد الله انا ما كنطقش ديال عبد الله ولكن هادشي راه فيه المنكر عبد الله قولوا تما الناس خاص تتحدوا اصاحبي حنا قولوا تما قولوا تما عبد الله علاش كيدوز الفلوس سي عبد الله كيدوز هكا المسائل راه بينكم بيننا وبين القبر علاش نسمعوا علاش نسمعوا ما يمكنش بهذه الطريقه ما يمكنش بهذه الطريقه ما يمكنش يدوس الجامع العام ويتعاود واخا عبد الله حنا لا خويا اطلب واحد القضيه مساله عاد مساله بسيطه لا انا دخلوا القاعه وطلبوا تاجيل الجامع العام خاصنا الناس خاصنا نجمعوا الناس خاص كاين خروقات خاص نجمعوا الناس اتحدوا خاصنا نتحدوا عبد الله عبد الله حنا خاصنا نحس في النفس اننا نشوفوك سي عبد الله انت كتحارب الفساد انا كنعرف شنو كاين وفي الاخير كتدخل مع اصحاب الفساد اللي داخل حنا كاع حنا كيبقى فينا الحال حنا راه كاين خروقات ملي كيهضروا معنا الناس ديال العصبه وكيهضروا معنا كيقولوا لنا لا كما كتشوفوا هذه الاجواء هنا بين المنخرطين وبين ابو القاسم اللي كان في الرئاسه ديال فريق حسن اكادير من قبل والان الحديث مع المنخرطين ربما مش غيك كنشوفوا الان ربما اش غيكون شي مستجدات غيحملها الان تدخل ديال ابو القاسم اللي كان رئيس سابق للحسن غادي نبقاو هنا ما يكونش الناس وخذوا قرار وبقيتي هنا ما يكونش عندهم حساب ودي تاجل 15 يوم وحنا طلبوا التاجيل اسيدي طلبوا التاجيل وحنا النصاب ما تسجلش الا وقعت الى احد الحضور ما وقعاش ما وقعاش ما وقعوش راه متفقين ما وقعوش ما وقعاش دخلوا ما ندخل القاعه ونقولها انا نطلبها يلا ما وقعاش يلا سير حنا مع عبد الله الان كنشوفوا بانه المنخرطين غيتوجهوا للقاعه ديال الجامع العام ولكن اتفقوا بانهم ما يوقعوش هذه اللائحه ديال الحضور نتمنى الكاميرا من انه يبقى راسد لينا لهذه الاجواء هذو هنا ربما دخول ابو القاسم ربما غير الفكره ديال المنخرطين اللي كانوا جلسوا بانهم يجلسوا في الباركينج الان كنشوفوا بانه ابو القاسم غير يعني الفكره ديال المنخرطين انهم يدخلوا ولكن ما يوقعوا وما يتوجهنيش وما يتعلمنيش وما يتوجهنيش غادي ندير هي صافي سالينا كنشوفوا الان بان ابو القاسم يغير المنخرطين باش لازلنا معكم في هذا البث المباشر من مجريات الجامع العام اللي اصبح ساخنا
هاك الرئيس كنشوفوا الان والله دبل كي كداري خصنا لا بالعكس قال لك شاف قال لك حنا دابا حنا سي عبد الله قال لك زيدوا حنا زيدنا غادي ولكن خلاص في طرف يلا حتى بعد السمح كنشوفوا الان عناق بين رئيس حسنيه اكادير حبيب سيدينو كان قبل قليل مع ابو القاسم اللي كان ايضا في الرئاسه ديال فريق حسنيه اكادير. الان دخلوا المنخرطين للقاعه ديال الاجتماع اللي غيكون فيه الجمع العام امام رئيس حسنيه اللي كاين في الان. شوفوا ايضا عدد من المنخرطين. الامر اللي تم التوافق عليه قبل ما يدخلوا للقاعه هو انهم يدخلوا ولكن ما يوقعوش ديال الحضور، انهم يفضلوا انهم يكون الاحتجاج داخل القاعه. وكيف ما كتشوفوا هذه الاجواء هنا بقلب قاعه الاجتماعات بملعب ادرار هنا بمدينه اكادير. نستمروا نشوفوا ايضا باقي القاعه هنايا. كتشوفوا هنا الحديث هنا، هذه الاجواء ديال كما كنقول لكم الاجواء هنا لاجواء الجمع العام لنادي حسنيه اكادير. امامنا البوقيه والرئيس الحالي لحسنيه اكادير الحبيب سيدينو. كما كتشوفوا هكذا هي الاجواء. كنحاولوا اننا نقربكم كل صغيره وكبيره على ما يقع الان هنا في داخل
قاعه الاجتماعات الخاصه بهذا الجامع العام هذا هنا بقاعه ندوات بملعب ادرار باكادير. نحاولوا نوصلوا ايضا لكل المشاهدين وكل المتابعين، نحاولوا ايضا كل بارطاج لهذا البث المباشر على وسع نطاق باش ايضا استمرارنا في ايصال الصوره وفي ايصال كل ما صغيره وكبيره. هذا نشوفوا هذا العدد المنخرط اللي دخلوا منذ البدايه، ونمشيو ايضا للشق الاخر. كنشوفوا هذه الاجواء من هنا من داخل القاعه. عطيني فريق في المغرب اللي كيتوصلوا فيه بهذا الشيء اللي كتقول. قانونيا كاين فيه 10 ايام كاين نص منصوص عليه في القانون، ولكن عطيني جمعه واحد يتوصلوا فيه الناس بهذه القضيه اللي كتقول. علاش؟ لان الناس كيجلسوا حتى الاخير لحد هذا كيبداو يحضروا التقارير وكذا وكذا والسرعه والضبط ومدقق الحسابات وغيرها وما كتوصلش شيء، كنعجلوا بالوقت. الاصل في العمليه هو حتى تقاد الوثائق ديالك عاد دعي الجمعه وصيفة الناس الوثائق. هناك من ربط يعني التاخير في عدم التوصل يعني بالتقرير الادبي والمالي يعني بوجود خروقات في التقريرين. يخرجوهم في الجمع العام ويطلبوا باش يتسجلوا في المحضر الجمع العام، كيوليو خروقات وعندك اثبات عليهم، اما ملي كنقولهم على برا غير كنهضروا. بحال قاسم القهوه بحال قاسم الزنقه، كاين فرق. كلام على الحسن يتقال في مؤسسه عندها ضمانات قانونيه، ما نقولوش كنا في الزنقه. داكور؟ سي بو قاسم. مش كان مكان زاد مش كان. سي بو القاسم شنو كيبان لك الان في المقاطعه ديال كانت مقاطعه ديال المنخرطين واش هي حل المشاكل ديال اسيدي اللي عنده شي كلام يجي يقولوا في الجمع العام ملي غنكونوا الفوق وكنهضروا غير كنتكلموا ما كنوثقوا حتى حاجه. اما في الجمع العام راه كتقول كطلب باش تسجل الملاحظه ديالك، بانت لك خروقات قولها وخرج عينك وقولها، بانت لك اسيدي تصفات خرجها وقولها، بان لك اللي دار شي مصيبه كحله قولها، تسجل تما وتقال تما في الجمع العام. اما الا كنقولها في الزنقه بحال كنهضروا في القهوه بحال كنهضروا في التيران بحال ماشي مسؤوله، ولكن الجمع العام مسؤول وناخذوا القرار اللي اتفقنا نوافقوا نقولوا في الجمع العام. انا كيبان لي هذا رايي، الا ما شي واحد اخر عنده شي راي اخر هذاك انا كنحترمه. شنو كيبان لك الان كحل هذا الشيء اللي واقف في الحسنيه هذه؟ كاين المنخرطين طلبوا بابعاد بعض الناس، طلبوا ايضا بالتواصل ديالهم بالتقرير المالي والادبي، شنو كيبان لك على الازمات كلها اللي موجوده في الحياه الاجتماعيه وفي العالم وفي المصايب كلها؟ طلع الازمات والازمات تبقاو ديما ازمات، راه تحلوا الازمات باش كيتحلوا، كيتذكروا الناس كيتفهموا الناس. عرفتي شنو خصنا حنا؟ عرفتي شنو خصنا في تربيتنا حنا؟ ما كاينش اللي كيعترف بالخطا ديالو، ملي كيغلط يقول لك سمحوا لي انا غلطت،
انا دابا كنسمع واحد بالعاد عباد الله اللي خطؤوا في حقي وباقي كيقحموا سميتي داخل كريمال تي في وفي الميساج ديالو بانني كنسير الحسنيه. انا بعيد كل البعد عن سير الحسنيه تكادير كنقولها وكنقال لكم وكنحمل لكم مسؤوليه السي مصطفى لانك ملي كيبان لك الاسم ديالي تما ممنوع يبان الاسم ديالي انا ما حضرتش معك في البلاطو لكن ربما الان كاين وقيته ديال الان فتره ديال كنحاولوا ان نتواصلوا الان فتره مزيانه الان هذوك الامور اللي ذكرنا اليوم الان فرصه بانه كاين حق رد الحديث والمشاهدين غير انا مسؤولش عن طعش انا كنرد على اللي كيتقال علي انا ممكن مساهم في تفسير انا شنو كتقول في هذا الشيء من 2011 ما كنسيش حسن تكادير 2011 ما عنديش علاقه بحسن تكادير العلاقه الوحيده اللي عندي هي علاقه منخرط اللي كنقولها انا في الجمل العام من غير الجمل العام ما كنحضرش اجتماعات ما كنمشي معهم ما كنعرفاش كيدير ما عنديش علاقه واللي قال العكس يثبتوا واش ابو القاسم مازال باقي في حسنية اكادير منخرط في حسنية كمنخرط كمنخرط كنبقى منخرط ان شاء الله النهار وكنت قررت باني غادي نهي الخيرات ديالي حتى هذه السنه ولكن ماشي في الظرف ان شاء الله ومرحبا ان شاء الله تكون معنا في الاستديوهات استوديو الجماهير مرحبا كما كتشوفوا اذا مشاهدينا الان كنحاولوا ناخذوا تصريحات كنشوفوا الان ربما بعض الامور هنا في القاعه ديال الاجتماعات ربما هنا كاين مشكل كيف ما كنشوفوا الان هنا امور بين المنخرطين وبين اعضاء ديال المكتب ديال فريق حسنيه اكادير امامنا الحبيب برقيه وايضا امامه جوارح هذ من المنخرطين ديال الحسنيه ربما اللي كيطالبوا بانهم يتوصلوا بتقريرهم المالي والادبي هذا 15 اليوم وتأجل الجمع العام 15 يوم من بعد يشوفوا التقرير المالي والأدبي هذه أجواء ديال القاعة أجواء مشحونة جمع عام على صفيح ساخن مشاهدينا الكرام اللي كيبين بأنه كل أمور بأن كيف ما كنشوفوا مازال مستمر هنا الأمور مستمر الحديث بين المنخرطين مستمر الأجواء المشحونة هنا بالقاعة ديال الندوات ملعب أدر حميد
لا ماشي لا 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 ما فوتش واحد باش يهضر بسميتي ما فوتش واحد باش يهضر بسميتي ما تلقاش تهديد ما تلقاش لا انا تنقول لكم انا بديت تهديد فهادشي كاش تهديد ديمقراطية من بعد قالوا مقال فيديو ديمقراطية هو الحضر انا غادي نطلب نطالب بالفيديو الأجواء إذن أجواء مشحونة هنا بقاعة الندوات الأجواء في الوقت اللي منعقد فيه الجمع العام والآن ما منعقد تشهد عام اللي منعقد هي الأمور هنا بين المنخرطين بين بعض الأعضاء ديال المكتب كنشوفوا بأن المنخرطين كيطالبوا بالتقرير المالي والأدبي ديالهم قبل الدخول. كنشوف بانه في الوقت اللي كاين الامور هنا مشحونه بين المنخرطين كاين هما كاين بعض اللي غادروا القاعه ديال كنشوفوا بانه هذه الاجواء اذا داخل القاعه الان في الوقيته اللي فيها المنخرطين كيطالبوا بالتقرير المالي كنشوفوا الان هنا الرئيس الالي بسدين
الاسباب ديال التاجيل. السبب واضح راه قلناها تقريبا 100 فوه، هو حنا ما توصلنا لا التقرير الادبي لا التقرير المالي، هذا هو السبب الواضح. ماشي بغينا نعطلوا جمع العام، حنا كمنفردين ما توصلناش التقرير الادبي لا مالي باش نصدقوا عليه في الجمع فقط. شكرا. جمع العام اش هي الرقم؟ ما غاديش يدار الجمع راه واضح. لينا فريد انا كنفرض الى الجامعه الجامعه تاع الراس ما كاينش نقول مثلا. اذا المنخرطين ولا فئه كبيره مع المنخرطين بغاو الرئيس يبقى على طول وقت المسير على 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 علي يسهل عليهم، ولكن حنا غادي نبقاو في الموقف ديالنا الثابت. نهار نشوف الامور غادي مزيان ونشوفوا الفرقه غادي مزيان ونشوفوا عليهم الجوارح. قول لها الرئيس ها هو جبتو. شكرا الرئيس. زيد زيد ها هو جبتو الرئيس. انا معاه هادو، انا مفوض قضائي جيت معاه هادو والله العظيم ما خصو نخصص. انا ماني انا شوف ما عنديش انا الرجله ماشي بالبورطابل صغير ولا بالبورطابل كبير. واخر لقاء ديالنا انت ما كتحترمش مؤسسات المنخرط، ما كتعتبروناش السيد الرئيس، والدليل هو هذا. حتى دابا ما توصلنا لا بتقرير ادبي لا مالي. راه شوم عليك هادشي وهاد التصرفات اللي كدير معنا السيد الرئيس. السيد الرئيس حنا غير نكمل باش لاباش تجاوبنا بكاينين برا. انا هادي اقتراح وهو معقول وعملي. اعطينا الله يجازيك بخير هادي مناسبة، اعطينا حنا تجمعنا حنا ما غنوقعوش الحضور، وعطينا التقارير الماليه والادبيه للمنخرطين كاملين ونمشيو نناقشوا ونخلقوها 15 يوم نجيو نناقشوا معاك ومصلحة الحسنيه. لكن انت مشكل دابا غادي ناخذوا قرار مع الناس اللي هنايا. الله يجازيك بخير. ايوا شو الله يصحك. الله يصحك. الله يصحك. امين امين. ها Yes, ladies.
كما كنشوفوها هذا هو الحال ديال اللي غيكون فيها الجام العام، هي فارغه الان حضور رجال الاعلام هما اللي كيبان لي هنا وبعض المنخرطين. هذا هو الشكل ديال القاعه، الناس كيسولها كيفاش داير القاعه من الداخل، الشكل هذا هو الشكل الداخلي للقاعه لحد الان فارغه فقط رجال الاعلام وبعض المنخرطين اللي جالسين في الكراسي الاماميه. ولا زالت يعني السيناريو فيلم هذا الجمل العام هذا مازال ما اكتمل، كاين بالخارج بانهم يدخلوا المنخرطين للقاعه ولكن ما يتمش توقيع. كاين الان رفض ايضا راعي وهاد التاريخ، راعي وهاد التسميه، راعي وهاد الموضوع. والجامع العام كنقروه في القاعه، غادي ندخلوا في القاعه نطلبوا من الان طالبين تاجيل الجامع العام. اوتوماتيكمون غيتاجل الجامع العام من القاعه من هنا 15 يوم تجيو. راه غندخلوا القاعه غندخلوا ليا، انا ما غاديش ندخل القاعه. صافي. انا ما كيبانليش. لان وماش بعد التقرير المالي بعد التقرير علاش غندخلوا؟ قولوها واش غنقولوها راه قلنا عليه شهر الساعه حاجه شهرين حنا كنقولوها قلنا عليه شهرين حنا شهرين كنقولوها عليه. كنهضروا هنا راه غيكون راه ما كنتكلم على الصحافه. انا كنهضر معاك انت ما على الصحافه لا غيره. انا كنتكلم معاك الرئيس ها هو فينا هو مزيان صافي فينا هو كاين القاص المقاعه بالنسبة لك واش هادشي؟ راه هو قال لك دابا راه قالها لك الجواري راه قالها لك قال لك يطلع يوم لا شوف
لأن الرئيس كيعلن بأنه الجمل عام تم تأجيله ال 15 اليوم بعد هو اللي تم الإعلان عنه الآن من طرف الرئيس الحسنية حبيب سيدينو أنه أعلن أنه تم تأجيل الجمل عام ل 15 اليوم آخر، وبالتالي غيتوصلوا للمنخرطين بالتقرير المالي والأدبي. الآن كنشوفوا بأنه كياخذوا اللائحة الخاصة بالعدد ديال المنخرطين، وأيضا تم إعلان على أنه تم تأجيل الجمع العام 15 يوم ل 15 يوم آخر. يعني كنشوفوا بان الاحداث تطورت الاكثر واكثر. شوفوا بان احداث صراحه احداث مشحونه هنا بالقاعه، كيف ما قلت من قبل بانه تم تاجيل الجمع العام 15 يوم حتى يتوصلوا للمنخرطين بالتقرير المالي والادب. لا ما يمكنش الانسان يهضر في هذه الناس. اسمح لي بلاصي بلاصي وي باش ننظموها الاخوان، باش غير ننظموها الاخوان، كلشي غياخذ النظام. راه يصبروا عبد الرحيم. وي سي بون تفضل تفضل. مع الاسف كلشي واخد كلشي عطيه السلام عليكم. مع الاسف هذه الاجواء ما يمكنناش نذكروا لهيه، ودونك جينا ان بو لهنايا على ايين. هو اللي كان هو عدم توفر النصاب القانوني، فبالتالي شيء عادي الجمع العام غادي يتاجل 15 يوم اسبوعين.
ما بالنسبه لهذا التوتر هذا اني انا فعلا صدمت لانه ما موالفينش بحال هذا الشيء في الحسنيه، ولكن انا بالنسبه لي الابواب ديالنا مفتوحه، انا خصوصا انا مع الاخوان المخالفين، وحنا الان على ابواب واحد المقابله جد مهمه، غادي نمشيو نلعبوا كاس افريقيا ونلعبوا لا كاليفيكاسيون ديال ان شاء الله باذن الله في المقابلات ديال الاياد، وديك الساعات غادي نجلس مع المنخرطين وفي واحد الجو ديال الهدوء. انا انادي واناشد جميع المنخرطين وجميع المحبين باش انهم يبقاو بجانب حسنية تكادير يساندوها في هذه المقابلات الباقيه ديال البطوله وفي كاس افريقيا، وكنظن ان عندنا ليفيكتيف باش اننا نخرجوا من هذه المرحله ديال في البطوله، وعندنا لي كاليتي وعندنا ان جروب باش ان شاء الله نديروا نتيجه اللي تفرح الجميع في كاس افريقيا. واش في نظركم السيد الرئيس بانه من الاسباب اللي خلات هذا التوتر هذا هو النوع ديالكم المنخرطين بانهم يتصلوا بالتقرير المالي والادبي؟ التقرير المالي كنقول لك بشرفي والله العظيم الى اليوم اليوم عاد فضينا التقرير المالي، وحاجه اخرى ما عمر الحسنيه قدمت التقرير المالي 15 يوم، حنا ما كرهناش. ها دابا المساله ديال الرابور فينونسي والرابور مورال غادي 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 يشدوا الرابور مورال، ومن دابا 15 يوم غادي نجتمعوا ان شاء الله. هل هذا يعني انهم غادي يتسلموا الان؟ غادي يتسلموا الا ما تسلموش اليوم تسلموه غدا، ما كاين حتى شي مشكل. باش يعني قبل 15 يوم غادي يتم تسليم تسليم التقريرين للمنخرطين باش يطلعوا. بالنسبه للسيد الرئيس بالنسبه للابهاد ديال ذوك الاشخاص اللي نادوا بهم سواء المنخرطين سواء الجماهير، واش سيتم فعلا ابهاد ذوك الناس من المكتب ديال الحسنيه؟ حنا خصنا نبقاو في اطار القانون. في اطار القانون هو اللي كيقول شكون اللي يمشي شكون اللي يجي، والبن كيرجع ذاك القرار بابعاد او هذا هو هذا هو. دونك فو ريستي سيغان فو ريستي اوبتيميست، الحسنيه ان شاء الله راه شاده المسار ديالها وفا كونتينيو ترافاي، وحنا معولين على الاخوان المنخرطين باش نخدموا ونجتهدوا كلنا جميعا. انا راه ما عنديش منخرطين بواحد اللون ومنخرطين بواحد اللون، انا جميع المنخرطين الاتحاد، وخصنا نديروا الان يد في يد باش اننا نخرجوا من هذه المرحله. واظن ان شاء الله انا جد متفائل بالنسبه للمستقبل ديال الحسنيه، وخصوصا دابا في الكارت فينال ديال كوب دافريك كيف كيقولوا يفو با لاشي المورسو، يفو با لاشي المورسو، يفو كونتينيوي باش نديروا ان شاء الله نتيجه ايجابيه. واظن ان هاد سوء تفاهم ما بين الناس ديال بعض الاخوان والمنخرطين والناس ديال المكتب، فهاد الشيء غادي يدوز. الحسنيه ما محتاجاش هاد الشيء، الحسنيه محتاجه باش انها تجمع الشمل ديالها وتشتغل. وشكرا لك. سيد الرئيس واش باقي مازال حسنية أكادير؟ شكون واش باقي مازال بعد الجمع العام واش باقي مازال الحبيب سيدي نوف حسنية أكادير؟ لا غادي نشوفوا في الجمع العام غادي نشوفوا. سي حبيب مشتنا هذه هي كتشوفوا الان بانه من بعد ما تاجل الجام العام العادي لفريق حسنيه اكادير 15 يوم، ربما الان الامور اتضحت بانه رسميا تم التاجيل بعد اعلان ذلك من طرف الرئيس. الرئيس كيقول بانه اليوم فقط فاش انتهوا من التقرير المالي والادبي، ولكن ربما واش هل سيتوصلوا من خريطون بهذيك الامور ديالهم كيف ما قال الرئيس من خلال التصريح ديالو؟ Thank you.
كيبان لك بانه هذا الامر هذا الان واش فعلا التاجيل هذا واش يعني واش تاجيل في صالح المنخرطين وفي صالح الجمهور ديال ساكنات اكادير اللي كيطلبوا بالتغيير ديال المكتب المزير؟ حنا وصلنا للهدف باش وصلنا ليه بان غيرنا اليوم الجمع العام غيرناه 15 يوم وان شاء الله نبداو المسيره ديالنا 15 يوم. واش 15 يوم يعني واش غيتغير فيها هذا المكتب؟ 15 يوم حنا غادي نجلسوا عاوتاني معاه غادي عاود نعطوه فرصه نجلسوا معاه باش يحاول يعطينا الناس اللي قلنا ليه الصوب يعيد فيهم النظر ويشوف المدرب ديال الفرقه يجيبنا المدرب باش نصوبوا ديك الفرقه هي الاولى. قال لنا الرئيس بانه اليوم فاش نتاهو من التقرير المالي قال لك بانه السبب هو انه اليوم اجلوا قبل ما عيط لينا اجلوا عنده حق باش ياجلوا الجمع العام الا ما عطاناش التقرير المالي علاش غادي نهضروا دابا ما كاينش غنهضروا علاش غادي نهضروا دابا تاجل الجمع العام راه الناس والجمهور اللي كيطالب بينا باش ناجلوا الناس اللي كيتسناونا حنا اجلنا الجمع العام 15 يوم ان شاء الله هادشي اللي كانوا شكرا ديال النفس شي وحدين والله العظيم الا انا مسكين كنشوف شي وحدين في الحسنيه اش عطاونا هاد الحسنيه والو والله عاونا ويعاونهم الله يجعل البركه راه ما بغيناش المكتب راه ما بغينا ندخلوا للمكتب بغينا المكتب يد النقاء الله يجازيكم بخير الله يجعل البركه شي وحدين يحطوا الصوارت الله يجازيهم بخير ويمشيو في حالاتهم راه ما عطاونا شي عجله للفرقه وما عندهم ما يعطيو لا ما تعطاتش هذاك سير هذاك كنس كبير في وسط الاداره ديال الحسنيه خاص تلقى 10 ديال السوارت باش تحل 10 ديال الباش اللي I'm
نوصلوا النهائي ديال البث المباشر اللي حاولنا من خلاله. انا نرسل لكم كل صغير وكبير عن هذا الجمع العام الخاص بنادي فريق حسنيه اكادير اللي تاجل 15 يوم اخرى من اجل انهم يتوصلوا من خارج التقرير ديالهم المالي والادبي وايضا الاتفاق على الامور الاخرى اللي من بينها انهم دوك الاشخاص اللي بغاو يديروا مكتوب ايضا يتحدثوا اليوم. وبالتالي نتمنى ان نكون رصدنا لكم كل صغير وكبير عن هذا الجمع العام من الكواليس من الاشياء اللي وقعت خارج هذا المكان هذا وايضا حتى داخل المكان. انتظروا التصريحات وبعد الفيديوهات اخرى ان شاء الله على قناتنا اليوتيوب ريمال تي في وايضا عبر صفحتنا فيسبوك ريمال تي في اوفيسيال. نتابعوا ان شاء الله في بث مباشر هذه بقاو في قناتكم ريمال تي في عبر صفحتنا فيسبوك ريمال تي في اوفيسيال وعبر قناتنا على اليوتيوب ريمال تي في.